مرحبا بكم متابعينا. مبلغ مالي ضخم اتقرر السعودية والملك بن سلمان انهم يدعموا تونس بمبالغ مالية ضخمة اللي وتفوت سقف 800 مليون دولار اللي وتعادل القيمة هذه 2300 مليون دينار، وهذا مبلغ ضخم للغاية، وهذا يأتي على شكل قروض وهبات من الصندوق السعودي للتنمية اللي وانقل يوسف البسام نائب رئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. الحكومة وشعب تونس الشقيق واتمنى لتونس دوام النجاح والتوفيق ومزيد التقدم والازدهار. وقال نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية إنه المملكة السعودية تقدمت بمنحة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية واقتصادية في تونس، اللي وقال إنه 85 مليون دولار لإنشاء مستشفى شامل التخصصات في مدينة القيروان، ومبلغ 15 مليون دولار لترميم مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة بالقيروان. وأعلن نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية إنه الصندوق خصص مبلغ 500 مليون دولار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات مختلفة، وتخصيص 200 مليون دولار لتمويل صادرات السعودية من خلال برنامج الصادرات السعودية التابعة للصندوق، وهذا باش يحقق ازدهار في مجال الاستثمار للقطاعين العام والخاص للبلدين التونسي والسعودي. هذه مبالغ مهولة تقوم السعودية بدفعها لتونس، قد تنعش الاقتصاد التونسي إذا كان كل مليم يمشي في بلاسته وقادرة إنها تبدل وضع البلاد من حسن إلى أحسن. نشكر دعم السعودية لبلادنا تونس، وإن شاء الله اللي جاي خير، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.